قال لك ايه بقى؟ ان خلاص فرجت يا جماعه، خلاص الفرخه بقت ب10 جنيه والبيضه بجنيه واحد بس، والاسعار دي مش في احلام العصر ولا حاجه، لا ده بجد، وناس كتير اشترت بالسعر ده رغم ان الاسعار اصلا غاليه جدا دلوقتي، وخدوا كمان الزيت والمكرونه ببلاش من غير اي فلوس، يعني وجبه كامله ما كلفتش اكتر من 10 جنيه. انا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف ايه الحكايه دي والاسعار دي بتتباع كده فين علشان نشتري منها. فأقل من ساعات انتشر فيديو على السوشيال ميديا قلب الدنيا، الفيديو لراجل بيبيع للناس الفرخة ب10 جنيه والمكرونة والزيت من غير أي فلوس. طبعا الناس اللي شافت الفيديو أكيد شكت، أكيد الأكل ده بايظ أو الفرخة دي مش سليمة وكانت تعبانة مثلا، طب والزيت والمكرونة إزاي ببلاش؟ أنا هحكي لكم حكايته. الراجل ده هو أبو أنس أو المشهور بمحمد سمكة، موجود في سوق الكابلات وده في شبرا الخيمة، بيبدأ يومه من 8 الصبح ويفكر إزاي يساعد الناس يعدوا من أزمة الأسعار. أنس اتشهر هناك انه بيبيع الفراخ من اول 10 جنيه واغلى فرخه عنده ب 30 حسب حجمها، ومش بس كده كمان بيبيع البانيه ب 50 جنيه والبط ب 30 جنيه للكيلو، والكبده والقوانص برده بنفس السعر مش ب 50 جنيه زي ما بيتباعوا في المحلات التانيه. والمفاجاه كمان ان اي حد هيشتري اكتر من فرخه هياخد عليهم زيت ومكرونه هديه، والناس هناك متعوده منه على كده، علشان كده دايما تلاقي عنده زحمه. والغريب ان ابو انس مشهور من زمان بالاسعار دي وما غيرش اسلوبه رغم زياده الأسعار، وستات كتير بتروح تشتري منه بقالهم أكتر من 5 سنين، وقالوا إن الفراخ بيجهزها قدامهم يعني بيتأكدوا إنها سليمة، ولو هو بيغشهم مش هيبقى بقالهم كل السنين دي بيشتروا منه. كمان لو واحدة مش معاها فلوس تشتري بيبيع لها الفرخة من غير ما ياخد منها حاجة، وقالوا بقى إن وارث المهنة دي من عيلته وهم كمان كانوا بيعملوا كده. وقال أبو أنس إن هدفه الأساسي الناس البسيطة، وإنهم لازم ياكلوا فراخ زي أي حد لأنه بروتين وما نقدرش نستغنى عنه، وإنه بيضحي علشان كل الناس تاكل. ومش ابو انس بس اللي ضحى علشان خاطر الناس، لكن كمان الشاب منسي ابو عبده المعروف بالمذيع الشعبي اللي فاجئ الناس وهو واقف في منطقه القوميه في امبابه وبيبيع البيضه بجنيه واحد بس. بس في الاول الناس اتفاجئت ازاي بيبيع بالسعر ده، وكانوا خايفين لا يكون البيض فاسد، وقعدوا يسالوه اوعى يكون فيها حاجه، وفضل المذيع يهزر معاهم ويقول لهم البيض ده لا بيتسلق ولا بيتقلي، بيتعمل بشاميل بس. وبعد شويه الناس اطمنت له وكراتين البيض اللي معاه كلها اتباعت، لكنه اشترط عليهم ان محدش يشتري اكتر من 10 بيضات وده بالكتير قوي علشان غيره يعرف يستفيد من السعر ده ويشتري هو كمان قبل ما الكراتين دي تخلص. والشباب دول قالوا ان دي محاولات منهم علشان يدعموا بيها الناس ويساعدوهم يواجهوا غلاء الاسعار، خصوصا اللي دخلهم قليل وبيشتروا الاكل اللي نفسهم فيه باسعار زمان. وفعلا الناس دلوقتي بقت محتاجه اللي يساعدهم، خصوصا ان في الاسواق البيضه بتتباع ب 2 جنيه 75 قرش والفراخ وصلت ل 49 جنيه، والبلدي بتوصل للمستهلك بسعر 61 جنيه. بس تخيلوا كده معايا، نصحى في يوم نلاقي سعر الفرخه رجعت 10 جنيه تاني او البيضه بجنيه زي ما كنا بنشتريها زمان. انتوا كمان شاركونا برايكم، ايه رايكم في اللي عملوه الشباب دول؟